نشد الرحال صوب جماعة بئر النصر، جماعة قروية تبعد عن مدينة بن سليمان بحوالي 40 كيلومتر، تنتمي ترابيا لمنطقة زعير الغنية بثرواتها الفلاحية والحيوانية. هنا التضاريس وعرة والطريق المعبدة الوحيدة طالها الإهمال والنسيان. سكانها الطيبون ينتظرون تحقيق حلم عمره أكثر من 30 سنة، حلم يتجلى في الحصول على سكن لائق عوض منازل الطوب التي لا تصلح للسكن. واليوم يتحقق هذا الحلم. اليوم نحضر لعملية فتح الأضرفة بخصوص الشركة التي ستفوز بصفقة تهيئة تجزئة سكنية تستجيب لكل انتظارات ساكنة مركز الجماعة. اليوم صار بمقدور ساكنة مركز جماعة بئر النصر الحصول على سكن لائق عوض السكن الذي طالما عانوا فيه الأمرين، برد الشتاء القارس وحرارة الصيف الملتهبة. حلم ساعد في أن يتحقق على أرض الواقع مجهود لا متناهي للسيد عامل صاحب الجلالة على إقليم بن سليمان في تنسيق تام مع السيد رئيس الجماعة والمكتب المسير للجماعة وأيضا نضال الساكنة من أجل تحقيق هذا المشروع. حلم يقول عنه السيد محمد الفيزة مستشار جماعي ورئيس لجنة المرافق العمومية بجماعة بئر النصر. في الحقيقة أنا فرحان بهذا الشيء اللي هو كاين دابا بهذا المولود الجديد، لأنه بالفعل مولود جديد. إحنا فرحانين اللي هي جزئة سكنية اللي غتفرح الساكنة ديال جماعة بئر النصر كلها، لأن إحنا من 1992 وحنا كنعانيو المرين. الحمد لله دابا تحقق لنا هذا المولود الجديد، يعني غادي تقلل من الهجره نحو المدن المجاوره للمنطقه ديالنا اللي هي الرباط والدار البيضاء، لان الناس كلها كانت هاجرات فقدت الامل في هذه المنطقه. ولكن الحمد لله دابا تحقق هذا الحلم، يعني الناس كلهم دابا كيفكروا باش يبداو يرجعوا ان شاء الله للمنطقه ديالهم. الشكر كيرجع للسيد رئيس جماعه بئر النصر اللي هو شاب، والمكتب المسير معاه، لان احنا دابا كنقلبوا على عده مشاريع من الجهه، من المجلس الاقليمي من سميتو، والفضل كيرجع للسيد العامل بتعاون مع رئيس الجماعه، لان درنا اليد في اليد وبغينا نخدموا المنطقه ديالنا وحنا اللي غنخدموها، لان راه يعني الاعضاء تبعا النداء ديال صاحب الجلاله، لان احنا اللي كنتحملوا المسؤوليه، احنا اللي غنخدموا المستشارين الجماعيين هما اللي غيخدموا المنطقه ديالهم.